أنا سعيد جدا بتواجده اليوم في هذه الفعالية الكبيرة يعني لافتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب في طبعته 26. وبطبيعة الحال تواجدنا في هذه الفعالية يعني دلالة على أن الحياة يعني بشكل عام يعني ترجع يعني في إلى طبيعتها الحمد لله بعد هذه الجائحة التي أثرت يعني في عمان وفي الجزائر وفي كثير يعني دول العالم في تنظيم مثل هذه التظاهرات. فالمشاركة الجزائرية اليوم حاضرة، وحاضرة يعني بشكل إن شاء الله يشرف ويعطي صورة يعني قوية وجميلة عن الجزائر، عن هذه الحركية اللي يعرفها قطاع الثقافة والإعلام بشكل عام في الجزائر. سعداء بمشاركة الجزائر في معرض مسقط الدولي للكتاب في طبعته 26 بأزيد من 580 عنوانا من إصدارات 20 دار نشر جزائرية. هذه المشاركة تندرج ضمن المبادلات والتعاون الثقافي بين البلدين الذي تربطهما علاقة أخوية بحكم الأواسط التاريخية والدينية. هي فسحة كذلك للجزائر لتقديم كل ما يقدمه المبدعون الجزائريون في إصداراتهم الأدبية والعلمية والثقافية حتى الأكاديمية.